نسعد في شركة إج اليوم في المشاركة الأولى في معرض قوات العمليات الخاصة المقام في مدينة العقبة في الأردن، ونطمح في هذه المشاركة لتعزيز أوجه التعامل مع عملائنا الإقليميين ولعرض أفضل ما توصلت إليه الصناعة الإماراتية في الجانب الدفاعي الأمني. نشارك اليوم في هذا المعرض ب 23 منتج مخصص لقوات العمليات الخاصة، ونطمح لذلك لتعزيز التعامل تعزيز تعاملنا مع هذه الفئة من 5 شركات رئيسية: شركة كاراكال، شركة لهب، شركة الطارق وهالكون، وشركة سيجنال للحرب الإلكترونية.